عافية رائعة. جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم. ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. روديجر، هافرز، جنابري، يمر ويلعب، لم ينجح في تحويلها داخل المرمى. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية، جنابري، ثم كرة عرضية لم يتعامل معها بشكل جيد. ألدر فيرن، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ساني، اندفاع غير عادي من جهة اليسار. غوريتسكا وهافرز، لوكاكو خسر المواجهة أمام خصمه. يحتسب الحكم ركلة حرة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة إلى الأمام، يبحث عن المهاجم. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، راو ضغط قوي وينجح في استعادتها. لمسة بينية، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول فك شفرة كاراسكو، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. حراس المرمى يحبون مثل هذه المواقف، البعض منهم ينجح في صد الكرة. الحالات الانفرادية متى ما تمركزوا بشكل جيد، هذه واحدة منها بالتأكيد. كيميتش، غوريتسكا، كيميتش، لوسترمان، جنابري، يحاول تمريرها من بين المدافعين، والكرة تجاوزت الخط هنا. هافرتز، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريباً.
لكنها في الأخير ضاعت. ساني يلعب كرة طويلة. الكنابري، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مولر، جنابري يلعب كرة هافرز. هدف مطلوب جاء قبل نهاية الشوط الأول يبرهن على الفارق هنا. النتيجة 1-0. كاراسكو، هجمة مرتدة الآن. يلعبها طويلة على الطرف. لوسترمان، لوسترمان يمر. هافرتز، يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. هازارد، دي بروين، كاراسكو. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، لمسة بينية. يستعيدها راو. تنطلق صافرة نهاية ونهاية الشوط الأول. إيقاع عالي جدا، قدم إيقاع حقيقي، هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. هدف يبعثر أوراق المجموعة. راوم يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقاف اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. هافرز، روديغر، غوريتسكا، راوم، سانيب يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. دي بروين، هافرتز، توماس مولر. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. دي بروين، كاراسكو، موسيالا، جنابري، انطلاقة من جهة اليمين، يمر ويلعب كرة بينية. دوغان، الحارس اللي تعرض لاختبار حقيقي بعد هذه الكرة. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. ميرتنز، لوكاكو يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. راوم،
كيميتش، لوسترمان، روديغر، موسيالا، غوندوغان، ساني، لمسة بينية، يستلم الكرة من الخلف، راو، تيليمانس، هازارد، يحول الكرة إلى الجانب الآخر. الكرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. هازارد يبحث عن زميل ميرتنز، عدت الكرة، لوكاكو، يا له من تصدي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. موسيالا في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، تمريرة بينية، كرة عرضية، موجود إبعاد الكرة، ميرتنز ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، لمسة إلى الهجوم، يفقد توازنه غوندوغان، تلعب الكرة إلى الأمام، وأجمل بينية، بإمكانه إبعاد الكرة، حصلوا على رمية جانبية، مرحلة حاسمة من المباراة، يحتاجون إلى تركيز أكبر، إلى سرعة أكبر، كراسكو يرسلها عند القائم البعيد، لوسترمان، جنابري، اندفاع، موسيالا، غوندوغان، راو، يلعب كرة بينية، إلكاي غوندوغان، محاولة تمرير كرة، إبعاد ناجح للكرة، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين، كانت مواجهة